good morning friends today our breakfast from cafeteria i think it's yemeni in ajman uae very small and simple but the food is yummy you don't go there and forget adani tea very yummy they have different kind of food uh, you can ask about menu and enjoy the food حبايبي اليوم فطورنا من كافيتريا ريابا اعتقد انها يمنيه عندهم هي صغيره وسمبل بس عندهم ماكولات لذيذه مثل ما شايفين كبده وشكشوكه وسموسه وفطاير وعده انواع يعني فاصوليا وكل انواع الاكل ولذيذ صراحه ولا تنسوا تجربوا الكرك اللي عندهم الكرك العدني وخبروني في التعليق اذا زرتوه طبعا في عجمان اكتبوا في جوجل ان شاء الله يطلع لكم وفنان صراحه اكلهم يلسه خارجيه يلس ما عندهم يلسه داخليه عندهم يلسات خارجيه يعني رجال ونساء طبعا حاجز بينهم وبس صراحة استمتعنا وأكثر شيء الشاي العدني لا يفوتكم الشاي العدني رهيب عندهم والفطائر والسمبوسه كل شيء اكلهم فنان يعني صح انه صغير لكن فنان استمتعنا صراحه بالاكل وطلبت كرك اثنين طبعا مالهم العدني شاي العدني لذيذ ترى بعد جربوه وما بتندموا ان شاء الله وكتبوا لي في التعليقات اذا سرتوا هذا ال... باخ أمري باخمري وجربتوها والاستاف رائع والمكان حلو بالعافيه